لا تطلعي من البيت بهالكم يوم اللي جايين رجاء. لو سمحتي خدي إجازة. سوريا ما رح يخليني أطلع من البيت، بس لازم يكون في شيء بقدر أعمله وأنا بالبيت. رح جرب فكرة توصيل طلبات الأكل. لا تقلق سوريا، أنا ما رح أعرض قرارك ورح ضل بالبيت، بس لقيت طريقة لحتى ساعدك فيها. أنا رح أكون جنبك ونأمن مصاريف العيلة كلها. نوصل أكل؟ قصدك طباخين؟ إيه؟ ما هيك ما في داعي لهذا الشيء. استنوا رح أشرح لكم. نيهال روحي على غرفتي وجيبي اللابتوب. إيه فكرة. قصدك إنه بس رح نوصل الأكل؟ يعني نحن ما قلنا علاقة بالطبخ؟ كانت نحن بدنا نتساعد مع بعضنا ونطبخ ونشتغل بقى. رح نوصل كمان الأكل اللي منعمله هون، فهمتي؟ حلو، منعمل رز بالجاج مع السلطة. إيه؟ ايه مزبوط، بس ما رح يكون في عنا قائمة بالأكل. لحظة رح ورجيكم. نيهال شوفوا. يلا هدول الشباب هيك بيشتغلوا، هالشباب بيوصلوا الأكل للعالم. هنن بيروحوا من بيت لبيت كل يوم تقريباً، بيجمعوا صناديق الأكل كله وبيحطوها بالسيارات تبعهم حتى يوصلون للعالم. ايه بنتي مهيك، هاي الفكرة ممتازة وحلوة كتير. نحن رح نحضر ونغلف الأكل بشكل مرتب ونحاول نوصله للعالم يلي عم يدوروا على طبخ بيت، ماشي؟ وعلى فكرة في ناس عايشين بالمدينة مثل الطلاب والعمال اللي اجت لهون كرمال تشتغل، ما بيأكلوا إلا من برا، هدول رح يكونوا زبايننا ويحبوا أكلنا. قولوا حبيتوا فكرتي؟ أنا كتير حبيتها لفكرتك هاي. إيه؟ إيه كتير بتشبه فكرة شاحنة الأكل تبعنا. إيه؟ إيه مهيك بنتي، أنا مستعد أعطيكي كل المصاري اللي بتحتاجيها حتى تبلشي شغلك الجديد. أنا رح استثمره. شوريا رح نتأخر، خلينا نروح. يلا مع السلامة. فكرتها كتير حلوة. كأنه شوريا مانو مبسوط. شوريا خدي هالمصاري خليهم معك. أنا مو بحاجتهم، لازم تترك معك مصاري لأنك على طريق السفر. ماشي. أنت ما نسيت شي؟ مثل شو؟ وهيك شوريا لساتك متضايق مني؟ رجاك ما تزعل من اللي قلته، كنت بدي ساعدك ووقف جنبك، هاي مسؤوليتي لأني مرتك، وبهالحالة هاي رح كون مبسوطة وقتها. مهيك خليني أوضح لك شغلة مهمة، أنا ما في عندي أي مشكلة حتى لو ما عجبني. إذا بدك تشتغلي بتكوني عم تضيعي وقتك ورح تضيعي مصاريكي كمان. هلأ يمكن تجمعي شوية مصاري، بس أكيد ما رح يجيكي ملايين من هذا الشغل. بتأسف إني قلك أنت ما رح تنجحي. أنت قصدك إنه الواحد إذا ما قدر يجمع ملايين بيكون عديم الفايدة؟ شوريا لمجرد إنه الشخص رح يقدر يجيب مصاري لعائلته فهالشي إنجاز كتير كبير لإله.
لأنه في كتير عالم بهي الحياة عم يموتوا من كتر الجوع. وبتعرف إذا بالصدفة المستثمرين ما أحبوا فكرة شغلك الجديد ودعموك، شو بتعمل وقتها؟ قول ناطر. اسمع منك هذا الشيء مهك، انت ما قدرتي تقولي لي اياها بشكل مباشر، قلتيها بهالطريقه. انت ما بتوثقي فيني، مفكره اني ما بقدر انجح يعني؟ لا تمام. طيب انت ساوي شو ما بدك. شوريا ايه مزبوط شوريا، سيارة رح توصل. بالتوفيق يا بطلي. عن إذنك عمي. دير بالك على حالك ابني، رحلة سعيدة. اتصل فيني بس وصلت. حاضر. بالتوفيق شوريا. مع السلامة. سلام. بالتوفيق يا ابني. شوريا تأخرنا، يلا. باي أستاذ، اثنيناتهم راحوا. طيب شوريا وفيكي لبكرة لحتى يرجعوا. يعني اليوم في كتير شغلات لازم إنه نعملها. هلا مهك وكل عيلتها دائما بيحاولوا انه يتزاكوا ويعملوا شيء منيح. اليوم بدنا نحاول نعمل شيء يخلي العيلتين يكونوا خايفين كتير. شارما وكمان كنا. بمساعدة العم راتان قدرنا نحصل على الأكل وعلى أدوات المطبخ، وكمان نحن بحاجة لطريقة لتوصيل الأكل. ليش ما منوظف سائق عرباي؟ لا مرت عمي، نحن لازم نوصل الأكل وإلا ما منربح. بس مين بده يوصل الأكل؟ ايه واضحة، أنا ورافي رح نوصله. بس شلون بدنا نروح يعني؟ على الدراجة. ايه فكرة حلوة، خلونا نشتري شي 4 دراجات. أنا وجيفان منركب على تنتين. إيه ومين في كمان لسه؟ ممكن جودو وسونو ولادو لبارميت، هنن بيقدروا يطلعوا عليهم. وكمان مثل ما بعرف خلصوا امتحاناتهم وفينا نطلب مساعدتهم ونعطيهم مصاري كمان. إيه فكرة حلوة، يعني لهلأ 4 أشخاص كافيين لتوصيل الأكل. ها؟ إيه بس اسمعوا يا جماعة، الأكل رح ينطبخ ورح نقدر نعلبه كمان، بس كيف رح نقدر نبيعه؟ نحن كتير بحاجة لترويج الأكل تبعنا كرمال نربح منيح، وإلا يعني شلون بدنا نستقبل طلبات؟ أنا عملت صفحة على مواقع التواصل وكمان سميتها مهيك شارما لخدمة توصيل الأكل، وبلشت نزل صور الأكل عليها ورح نبلش نستقبل طلبات. بس بعتقد أنه لازم نعمل إعلانات، هذا الشيء كتير مهم عنا بالمنطقة. بحاجة إعلانات ودراجات، كيف رح نقدر نجيب مصاري لنعمل هالشغلات؟ طيب خليني أحكي مع رفقاتي القديمين، يمكن هنن يساعدونا. بس يعني هو لا يا أختي،
منطلب المساعدة وقت ما منقدر نساعد حالنا. نحن مالنا ضعف. هدول الحلقات تبعي، إذا دورنا منيح متأكدين رح نلاقي شوية شغلات عليها القيمة، وإذا منبيع هدول الشغلات رح نجيب مصاري تكفي لنبلش الشغل. تفضل. خالتي، أنا بوعدك عن قريب إني رح أهديكي حلقات أكبر من هدول بكتير. تعوا كلكم خلونا نبلش، جيبوا أي شي بتملكوا لهون بيفيد، وأنا فيكن تاخدوا أساوري. يلا تفضلوا تفضلوا. يلا. ليش حددوا الاجتماع على الساعة 9؟ مبين ما نون جاهزين. بسيطة شوريا، نحن بحاجتهم. عفواً، تفضل أستاذ. إمتى رح يفضى السيد ساني؟ السيد ساني كتير مشغول حالياً، بس نحن عنا موعد معه على الساعة 9. مو مشكلة، نستنى. تعال اقعد. وقت هنن كانوا بحاجتنا يضلوا يتصلوا لنحدد لهم اجتماع، وهلأ لأنه وضعنا صار صعب تغير سلوكهم معنا. رجاءً اهدى شوي شوريا، اعتبر هذا الشيء هو درس لإلنا. لازم نكون كلياتنا ايد واحدة لنطلع من المشكلة. اجتني هالمزهرية هدية بعرسي، ما حطيت فيها ورد، يمكن تفيدنا هلا. زوجي رافي اشترى لي هاي لمناسبة مميزة. هذا أول موبايل حملته، وهذا راديو تبع موهيت. هي ألعاب صغيرة، هن مصنوعين من الفضة، وكمان هدول الفيلة اثنيناتهم مصنوعين من البرونز. تفضلوا. وهلأ بعتقد إنه هدول رح يكونوا كافيين. هيك ممتاز، فينا نروح على السوق ونبيع هدول الأغراض، وبعدها منروح منشتري الدراجات من محل موجود بالسوق القديم. ما عن إذنكم. إيه بالإذن. عجد كتير دقت على هدول الأغراض، بس شو بدنا نساوي؟ ما في قدامنا حل تاني. لا مشكلة، مضطرين نشتري الدراجات. هاي الأوقات تعتبر خطيرة كتير يا روهيت، ما لازم رجال العيلة يتركوا النسوان الضعاف يلي بعيلتهم لحالهم بالبيت ويطلعوا بهالطريقة، صح كلامي؟ لا ما بتعرف شو ممكن يصير. صارت الساعة 12 يا أنسي، صار لي ناطر 3 ساعات، لو سمحتي قلي لي وينه السيد ثاني؟ آه نسيت إلك الأستاذ كان عنده موعد على الساعة 12 وراح. شو قلتي؟ شو هالتصرف؟ آه؟ نحن صرنا 3 ساعات والاجتماع المفروض الساعة 9، وهلا عم تقلي لي إنه راح؟ شوريا لو سمحت فرو. طيب إيه ما تبي رجع؟ المسا، وتلقيت تعليمات إني ما أتصل معه وإزعجه أبداً، فيك تنطره هون إذا بدك. ما بدي أنطر حدا. فيكي يلا منشوف غير مستثمر، امشي. لا 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 شوريا خلص منستنى، إذا بتريدي بس يرجع خبرينا. يلا بسرعة خذي هاتيك. يلا هاتي
يمكن نستقبل أول طلب، لهيك لازم نكون جاهزين. مشان هيك رتبوا كل شيء مزبوط، لازم كل شيء يكون محضر وجاهز كمان، وقلبنا المطبخ لمخزن والصالون لمطبخ. بس لسه ما إجانا ولا طلب لهلا. رح يجينا، رح روح وجيب بقية الأغراض لهون. سونال أنت بتجيبي هاي وبتحطيها فوق. إيه يلا يلا يلا، يا سلام جبتها. شو هاد؟ أخيرا جبتها. أنت شو هاد اللي عم تعمله؟ مين بده يكون اللي مشغل هالأغاني؟ سيد شارما مين هاد؟ شوف مين هاد اللي مشغل هالأغاني. كيف العالم فيها تشغل هيك أغاني وما في شي ضابط بحياتهم؟ كلها ما عم بفهم أبدا. بلوان أنا رح أروح شوف شو عم بيصير. شو هالحكي الفاضي هاد؟ مين تجرأ وطفى الموسيقى؟ نحن اللي طفيناها. ها؟ في مشكلة؟ ايه شو عم تعمل هون انت وياه؟ عمي هريش، نحن رح نشغل الأغاني تبعنا، يعني بالمختصر بدنا نعمل كل شي بدنا اياه. نحنا رح نحتفل هون للصبح لأنه هالبيت لإلي. نحنا مستأجرينه وهلأ نحنا اللي ساكنين فيه. ما لا مو معقول بنوب، يعني كيف أنتو مستأجرين إذا ما عم تدفعوا الأجار؟ يا حبيبتي الحلوة. واعتباراً من هذا الوقت أنتو ما نكون مستأجرين أبداً، وبظن كمان إيه أنه اللي مثلكم ما بيشوفوا حاله، هن لازم ينحنوا. إذا ما انحنيتوا لحالكم وقت أنا رح أجبركم تنحنوا قدامي. يلا شباب شغلوا الأغاني، اليوم نحن رح نعمل ضجة بهذا البيت، وبدي الكل من كبيره لصغيره بدي اياهم يرقصوا. الكل رح يرقص. شوريا مرحبا، لساتكن هون؟ انا اسف نسيت خبركن من قبل، انا اجاني عرض جديد اليوم من مستثمر تاني. لهيك ما عاد فيني اقدر استثمر بالعرض تبعكم، بتمنى ما تتضايق مني. انت كيف تعمل فينا هيك؟ انا قدرت اعمل هيك لاني هلا عم استثمر بشركة ريكيتا الجديدة. انا بدي اقتلك ريكيتا. حراس تعالوا طلعون لبرا. شوريا بس خلصنا، شوريا رجع بس يكفي. شوريا رح اقتلك، انا بورجيكي. طلع عني، عم تتهجم علي. طلعوا لبرا، سمعتك بالسوق صارت كتير سيئه. لك بعد تركني. ليش واقف عم تتفرج؟ شغل اغاني. ليك يا خالتي بعدي عن طريق.
حلوة كتير. تعرف من زمان ما سقت دراجة. مرحبا، فيك تشوف لنا هالفرامات مرة تانية؟ شو وضع دراجتك، شغالة منيح؟ منيحة. وتبعك شلون وضعه؟ أنا تبعي منيحة كمان. لكن خلينا ندفع له حقه. ليك معلم، رح ناخد هدول. شو بدي قلك، إذا ممكن تقبل هدول هلأ لأنه عم نمر بأزمة مالية. أي ولا. شكرا كتير لألك. أهلا وسهلا. شكرا لك، كتر خيرك. شرفتونا. يلا مع السلامة. أخي جيفان، تتذكر كيف كنا متعودين نتسابق بالدراجات ونحن رايحين على المدرسة؟ تتذكر بس هلا كبرنا. وأنا ما عاد خرج هيك سباقات. حاجتك بقى جيفان، عم تتصرف وكأنه عمرك 100 سنة. يلا تعال. يلا. مو معقول، ليش ما عم يردوا علي؟ بس واقع حلوة كتير. ايه بتسلي. استنى شوي، عم بيرن الموبايل. كانت عم تتصل، رح خبرها انه اشترينا الدراجات. ايه منيح. الو كانتا، اسمعني جيفان. الو الو. ايه عم تسمعني جيفان؟ الو. لك شغل مكبر الصوت. الزحمة عامل كتير ضجة. استني رح شغل مكبر الصوت. ايه الو، قولي. اسمعني، اجاورو هيت اقتحموا البيت علينا. لا تقلقي، نحن جايين على البيت فورا. روحي لعندهم. انا بورجي. يلا خلصيني. لك جيفان، ايه بتسوق كأنه آخر يوم بحياتك. حتى لو بدنا نتكسر. يلا روح بسرعة جيفان، بسرعة. يلا 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 بسرعة. بعدنا رجع. أيوة يلا 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 انبسط. أيوة أيوة. يلا يلا هات لك شغلة أكلك يا اختيار. تعال يلا يلا. شبك انت، شبك مفكر حالك قوي كتير. يلا يلا تحرك. لك يا عمي على جنب، لا تخليني ازعج. يلا يا ايوة 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 ايوة. الناس يلي مثلكم لازم يضلوا تحت السيطرة دائما. وإذا حاولتوا تكونوا مستقلين وقتها بتشوفوا قيمتكم. يا شباب خلونا نحتفل معهم وخلونا نرقص كمان. ايوة ايوة. اترك لي كوسا هي اكلها. لك بس. لا يا شيخ. ايوه ايوه ايوه. سوق بسرعة، سوق. عم سوق بأسرع ما فيني. يلا أخي يلا. عيني عيني. أيوة لمون لمو لمو. لا لا شو تلمون، خلون. ضعت. لك هدول شو عم يعملوا؟ بعد تعالي لهون. لك ارجعي بالعصر انت. أنا بقترح إنه ما عاد ناخذ منهم إيجار هذا البيت ومنصير بداله نيجي لهون نحتفل ونرقص وإيمت ما بدنا، يعني رح ننبسط أكتر هيك. مزبوط. معك حق أخي، عن جد هن تسببوا لنا بكتير مشاكل بالكم يوم اللي مضوا، لهيك خلونا نعلمهم درس اليوم. مزبوط. هك رح تخلص. اعطيني تبعيتك. شو لسا سونال، انت من زمان كتير كنتي بتحبيني صح؟ وهلا عم تبعدي عني، شو مشكلتك معي؟ بعد ايدك عني. ليش لا تركك؟
كتير كنا رفقات، بعرف انه زوجك تركك، تعالي معي انا بدير بالي عليك وراح ادعمك وراح تعيشي مبسوطة، صدقيني راح اقلك كل احلامك. تعي شوفوا شو عم يعمل. تعي لك قربي 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 شوي قربي تعي لعندي. ليش عم تدفشيني؟ ايوه ايوه يلا يلا ما هيك بتوقع انك تعرفي شو مفهوم الصفقة العادلة، وبما انك بتعرفي ما فيكي تهربي وتتخبي، ليش ما بتيجي تنبسطي شوي وتتسلي؟ ها؟ عندي فكرة، تعي نتسلى شوي شوي وبكرة ترجعي الزوجة المثالية من جديد. يا حاجة تفكري يا مهيك، هاي الصفقة منيحة كتير إليك. روح من هون! سونال بنتي افتحوا لي الباب يلا. سونال افتحي لي الباب. سونال بنتي لو سمحت افتحي الباب. اول ما يفتحوا الباب انا رح اتصرف مع هدول المجرمين، بس خليهم يفتحوا الباب. مجرد ما احكي مع مفوض الشرطة هدول الناس رح يتعفنوا بالسجن، رح خليهم يتدمروا، ما رح خلي واحد منهم يفلت مني. يلا رد علي، الموضوع كتير ضروري، رجاءً رد قبل ما يطق عقلي. يلا اسرع سيد هريش، اذا ما قدرت توصل للمفوض ايه؟ اتصل على مكتبه على الاقل وبلغ اي حدا. ايه معك حق، حدا منكم يفتح الباب والا رح روح احكي مع الشرطه. روهيت افتح الباب. بتمنى يرد. الباب بنتي جوا. شوري 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 الو مين؟ شوري انا شيتال، انت وينك؟ تعال بسرعه. نسوان كلهم محبوسين جوا، روهيت واجي دخلوا على البيت وعم بخربوه كمان. الباب مقفول وما حدا عم يفتح لي الباب. مهيك كمان جوا ما حدا عم يفتح. تعال بسرعه انقذهم. فيكي فيكي نحن لازم نروح على البيت بسرعة. أجي مهك البنات لحالهم هنيك، هن محتاجيننا ضروري. فيكي لازم نروح لعندهم فورا. وما حدا عم يرد، بس بدنا 4 ساعات من هون لحتى نوصل على البيت. لك شو عم يصير؟ يلا بسرعة بعدونا. عيلتكم بخطر. بترجاك تعمل شيء كلياتهم جوا. يلا افتحوا الباب. شو عم تستنى انت وياه؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ افتحوا الباب. نهار حدا منكم يفتح الباب. خلص من الباب. انا رح يجن جناني منك. لا عم تعملي اي مشكلة هون. لك افتحوا الباب احسن لكم. افتحوا لنا الباب. افتحوا الباب احسن ما نكسره. رجاكم افتحوا الباب. شيتال في عندك شي سلم بالبيت؟ ايه في سلم بالبيت، يلا روح بسرعه. طيب انا رح اجيبه. يلا افتحوا الباب بسرعه يا عندار. افتحوا الباب انا فيكم. رجعوا. لا قدام لا قدام. يلا هون انا معك شوي شوي. ليكو رح يطلع يساعده. اطلع باي. لك شبك ولي هاي جنة. رجع له رجع له. وانتو مو كنتو جايين معه لهذا الشيء؟ يلا ورجوني شو رح تعملوا. يلا مو على اساس انت قوي؟ قرب لعندي انا بتحداك. أه.
انت ما ارتحت لحتى دمرتنا، لسه كمان هلا جاي لحتى تهيننا، وجاي كمان بدك تتهجم علينا. يلا تعال قرب لورجيك. يلا اذا فكرتوا تقربوا خطوه واحده باتجاهي انا رح احرقكم كلكم وانتوا عايشين. رح نحرق هذا المكان كله وما بيهمنا حتى لو متنا كلنا، المهم انكم تحترقوا كلياتكم. شو صار؟ مو هيك عم بدك؟ يلا تعال. شو صار لك هلا؟ خفت يعني؟ يلا لنشوف. قل لي شو صار لك، خايف؟ يلا نهال قربي. سونات امسكي هاد. لك شو عم تعملي؟ لا شو بدك تحرقينا؟ شو مجنونة انتي؟ بس لا ارجعوا لورا. فاتي عندنا موصل مجنونة. تبني علينا لك. لا تعملي هيك. هلا بتشوفوا شو رح اعمل فيكن. انا اليوم رح احرقكن هون وانهيكن كلياتكن. طولي بالك اهدي. البنت بتصير قوية بعد ما تمرق بصعوبات كتيرة، وهذا اليوم في مرة رح تورجيكن شو فيها تعمل مع اشخاص مثلكن. يلا ركضوا رجوف. لك لا افتحوا لنا الباب. شو عم تعملي؟ خلينا نطلع من هون. انت نهال مانسي افتحوا الباب، افتحوه. لا ردوا علينا. اذا بيصير لي شيء من وراك يا مهيك رح خلي امي. امك رح تاخذ بس جثتك صدقني. لا لك. هربوا هربوا هربوا. وينك كمان جاي معك؟ لك تعال الباب. يلا تعال الباب. تعال يلا يلا يلا. لك شو اللي صاير؟ ساعدونا يا جماعة ساعدونا، عم يحرقونا. شو صار لك؟ أنا عم حذرك خليك بعيدة عني. لك عم ترجف قدامي من الخوف ولسه جاي عم بتحذرني كمان. استنى رح خليك تحترق انت وعايش، مو انت جاي تتهجم على البنات وجاي بدك تتسلى؟ لا. انت سيء واحد سخيف. ايه ولك روح افتح الباب. ايه روهيت مو كنت بدك تدعمني؟ روهيت شو صار؟ انت خايف؟ انت واحد بلا اخلاق وجاي عم تتحدانا، وهلا مو كان بدك يعني رقص معك؟ هلا انا بدي رقصك. لا لا تقربوا، رجعوا لشوف لورا. اسمعي اذا بتحرقي اصبعي بس رح بحرك حتى تموتي. انا بخطفك. انتبه على حالك. انت هددتني بما فيه الكفايه وزعجتني كثير لحد هلا، بس اليوم صدقني انا رح اعاقبك على افعالك واحرقك قدام الكل هون. احسن انه انهي حياتك اليوم من انه ضل عم اتعذب بسببك كل يوم. خلص مهك طولي بالك. يلا يا شباب يلا 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 ساعدونا. شدوا لك بسرعة اطلعوا. لوين رايحين؟ تعالوا خلص مهك. خلص انا بدي احرقكم، بدي احرقكم كلياتكم. شوي خلص تعي. خلص بنتي خلص راحوا. خلص خلص عم يروحوا. اعطيني هات. مهيك سونال. صفر يعمل لك شي شغلة. لازم يكون في شي. تعالوا هون. لا تعالوا هون. انا بورجيك. تعالوا لهون. هي ليكن راحوا يا بنتي.
خلص اهدي شوي، راحوا من هون مثل الجبناء. افتحوا الباب افتحوه، وينكم؟ افتحوا الباب. طيب رافي المفتاح واقع برا، ارمي له جوا اذا فيك. ليكو المفتاح هيك رميته برا من عصبيته. هدي حالك بنتي. عمتي كلهم مجرمات، كانوا رح يحرقونا. ماما ما بعرف كيف صاروا كلهم جريئات كل هالقد. رح احرقهم كلهم وهن عايشين، كل افراد هي العيلة رح فوتهم على المشفى وبنفس الوقت. هن كانوا رح يحرقوا ابني هو وعايش كمان. ايه بهنيكي على سخافة ابنك، وبتوقع نهايته مو مطولة اذا ضل هيك عم يتصرف بهالاسلوب. ليش عم تحكي حكي فاضي على ابني؟ كنت تحبيه من قبل، شو صاير لك؟ ليش هلا عم تعصبي عليه؟ لأنه هلا صار لازم بهدله. بعد هلا لا بقى تتصرفوا من حالكم بدون ما تسألوني، وإذا ما بطلتوا هالولدنة أنا رح أضطر أتصرف. أنتوا الاثنين اليوم هزمتكم مرة، أما أنا طردت شوريا من عند المستثمر. أنا رح خلي عائلة كنا تترك هداك البيت خلال 3 أيام. لهيك بتوقع معي حق بهدلك هالمرة. شو هاد شي مهم؟ فيكي تسبيني لك وتبهدليني كمان، بس انا هلا رح اعمل يلي بدي اياه لانك عملتي شي كتير حلو. خليك بعيد، ريحتك كتير بشعه. شو متحمم بالبنزين؟ ايه انسي. اجي انتبه ابني، شبك وقعد. ساعدني. يلا رفيقي يلا قوم ابني على مهلك. ماشي نيهار، سونال ارتاحي شوي. هريش، صار وضع النظام والقانون كتير سيء بهاي الأيام. المجرمين والحرامية عم يتجولوا بحرية بالشوارع وما عاد حدا يردهم. سونال لا تتحركي من مكانك، انت طلبي ونحن منجيب. الدكتور وصى ترتاحي وما تتحركي، فهمتي؟ بنتي في مجموعة شباب جايين نطفوا البيت معنا هون، انت بس جيب المكنسة والممسحة. يلا حبيبتي بسرعة. شوف شو عاملين. شوف خليكي ترتاحي. خدي. شوريا شو اللي صار؟ أجي وروحت فاتوا على البيت وكمان كسروا كل شيء، وما كانوا لحالهم كمان، كانوا جايبين معهم شباب وصاروا يطلبوا منا أنه نغني. هن كانوا متوحشين. شوريا نحن ما لازم نسمح لهم يتحركوا بحريتهم. وبالأخير كيف تخلصتوا منهم؟ مهك هجموا علينا، مهك شغلت نار وحاولت أنه تحرقهم، وهن انهربوا لأنهم خافوا منا كتير، ولولا هيك كانوا ضلوا هون يضايقون. يا ريتك كنت انت معنا. ما كانوا تجرأوا يجوا لهون، كانوا خافوا. منيح ما كنت هون، منيح انهم ما اجوا وانا موجود بهذا البيت. شوري شو هالحكي اللي عم تقوله انت؟ لأنه لو كنت موجود بوقتها
ما كنتوا رح تعرفوا شو هي الحقيقة أبدا. حقيقة إنه زوجتي الحلوة والبريئة والحساسة كانت كتير شجاعة. هدول النسوان صاروا قدوة لغيرهم حتى يتعلموا منهم، وهدنك الهمجية عرفوا إنه وقت الضرورة الغلط معكن أنتو بيعني المشاكل بالنسبة إلهم. والنساء اللي مثلكن هن المثال لكل النساء بالمدينة. أنت لازم تكتب كتاب تحفيزي يا ابني. بالآخر هو بيكون ابني. أنا بحبك. كيف كان اجتماعك؟ لازم يكون منيح أكتر من نمر. لا مهك، ركتها وصلت لهنيك قبلنا وخربت علينا كل شيء، لهيك رجعنا. لبين ما لاقي شي شغل يفيدنا أنا رح أشتغل بالبيت. ليش مزعوجك للقد؟ لأنه الصفقة ما نجحت؟ أنت سميتني شجاعة والمحاربة وكتير ألقاب كمان، وأنت شو؟ بتفكيرك المستمر بفشل واحد أنت مرقت فيه بحياتك بتكون عم تضعف مو؟ كيف ممكن أنك تنسى لمرة واحدة أنه أنت شوريا كنا؟ أنت اللي أسست أنجح مطعم بدلهي ممكن ينعمل، وهذا الشيء كتير مهم بزمن كتير متغير ومعظم العالم مشغولين بالتخطيط لوظائفهم وبس. شوريا، هدول العالم سلبوك شغلك بالغش، بس أنت لسه بتقدر أنك تأسس شغل ناجح وغصبا عنه. الأكبر بالهند، أنا رح أبني أكبر إمبراطورية لأنه أنت دعمتيني. الزواج منك من أهم إنجازاتي. وأنا بعرف. قلتيلي ما لازم أقلق، طيب قوليلي هلا كيف بدنا ندبر هالمبلغ الكبير؟ ما بعرف من وين رح ندبر هيك مبلغ، بس لما نوقع عقد مربح لتوصيل الطلبات ما حدا رح يقدر انه يمنعنا من النجاح. شكرا مهيك، انت عم تنوري لي طريقي. لا 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 ل
خدي قطرميز الزعفران لدولي وكورونا. ماشي يلا حبيبتي. يلا منيح انك هون، تعي معي شوي. اوه تفضل سيد هريش، اهلين. تفضل فوت انت بالاول. شكرا لك. شكرا. من زمان كتير ما اشتغلنا بالبيت، شعور حلو صح دولي؟ تعرفي ستات البيوت بيضلوا رشيقات ومرتاحين لأنهم بيشتغلوا بالبيت لسنين طويلة وما بيملوا. ايه معك حق، ملاحظتك حلوة. تفضل حطها هون. معلش أنا بحكي مع السيد تيواري. لا لا شو هالحكي، سعر الجملة 110 للكيلو. أنت ليش عم تعرض بس بتسعير روبية؟ ما فهمت. أنت أحكي مع مديرك وقدم عرض أفضل. راتان عم بيحضر ليشتري بضاعة بالدين وأنا عم فاوضه هلأ، عم زبط السعر معه. أيوة منيح. نحن عنا اجتماع، هاتي علبة الغداء من شان الزبون. هدول العلبتين، واحدة بتكون نموذج والتانية غدا لألكن. صحتين وهنا وكمان بالتوفيق. شكرا. يلا امشي فيكي، ما بدنا نتأخر. لك فيكي استعجل، يلا اجتماعنا على الساعة 11. ايه لا تشغل بالك، مدير الشركة بيكون رفيقي وانا بوثق فيه ونحن رح نربح العقد اكيد. يلا امشي. يلا. مدام هدول هلا مشوا. شو بدك؟ صرت اكل موزتين. ايه يا جماعة، مهك وشوريا بدهم يوصلوا طلبات أكل. شوريا راح لمكان ليوقع عقد. مبارح شفت الضاعة بساحة بيتهم. رحتوا على بيتهم وخربتوا كل شيء، بس ما عرفتوا شو كانت الخطة. شو بسيطين. روقي شوي، شو هاي بسيط؟ بلا حكي فاضي. ها؟ لأنك دايما بتتصرف بدون ما تفكر، لهيك بقلك إنك بسيط. روقوا، ما لازم نضيع وقت بالخناق. أعدائنا بدهم يأسسوا شغل. ما رح يأسسوا شي. شوريا وفيكي بجورجاون هلأ وعندهم اجتماع شغل. لا تخافوا، ما رح يربحوا هذا العقد. أفرا بسرعة بدي السيارة. ايه حاضر. جيفان ايه؟ إذا صندوق الواحد بينباع بمئة روبية رح نربح 25 روبية بكل صندوق. طبعاً أنا عم بحكي عن الربح الصافي. لازم نركز على الكمية أكثر. خلينا نجهز لهم الأغراض صح، مشان بدنا ياهم يربحوا العقد. مهيك كل شي رح يكون منيح. أكيد سونال كل شي منيح، لا تقلقي. شغلة بسيطة صحيح. ليكن اجوا، اهلين. شو صار؟ أخيرا رجعتي؟ شو دمرتي لشوريا؟ كنت متأمل ننجح بهذا الاجتماع. شو صار معك؟ ما تحكي بقى. شوريا طلع أشطر مني وتغير كل شيء، ولما حكيت مع المدير التنفيذي للشركة شبكون. خلص مو مشكلة، أكيد رح نلاقي شي عقد تاني. خلص لا تتوتروا. <تصفيق>
مصدركم ما كان موثوق، الحق علي لأني أساساً وثقت فيكم. ما قابلوا إدارة أوراكل، كان المفروض يقابلوا صناعة موتو كينج، قابلوا الإدارة ووقعوا العقد. يعني فازوا علينا هدول؟ مبروك. بعد ما نكمل أول طلبية ناخد 75,000، وبكرة أول طلبية لإلنا رح تكون بعد الظهر. أنت ليش دائما بتعمل دراما يا شوريا؟ ليش؟ لحتى أشوف هاي التعابير على وشك. شكرا، هالشي صار بفضلك أنت. لا مهك، هالشي صار بفضلك أنت شوريا. عم قلك إنه هذا الشي صار بفضلك أنت. لا مهك، بفضلك أنت. لا، أنتوا اتنين بتستاهلوا الشكر يا أولاد. الحقيقة ما بعرف شو عندهم لسه شوريا ومهك. أنا قلتلكن إنهم مو سهلين بنوب. مستحيل، ما رح يقدروا ينجحوا. هنن حابين يجيبوا مصاري. هاي إذا وصلوا على بالغدا. دولي ما تنسي حطي على كل وحده ورقه. ورجيني. تمام. امي خالتي شوفي، كانت رح توقع كل البندوره على الارض. معناها انتبهي وانتي ماشي وفكري قبل ما تحكي. كم مره قلت لك هالشي؟ مشاغبة. أخي؟ إيه؟ بتتذكر بماثورة كيف كانوا تجار الحليب يوصلوا بضاعتهم؟ لازم نحن نعمل مثلهم. إيه ماشي أخي، مثل ما بدك أنت، منعمل مثل ما هني عملوا، هيك أحسن. شي غريب، كل واحد عم يشتغل شغلي وأنا بدي أشتغل، ليش لا؟ بركي بدهم مساعدة. نهال هاتي عنك، أنا رح ساعدك، يلا. لا مو مشكلة، السلة مو تقيلة كتير وأنا قوية، لا تعذب حالك، خلص أنا بتصرف. عمي. نعم. عنك خليني ساعدك. لا لا مو مشكلة ابني، أنا كمان رح أتصرف، أنت بس ارتاح، أنت سهرنا وعملت كتير مشاننا، خلص ارتاح أنت. شوريا فوت، جدك بده إياك في مباراة اليوم وهو ما عم يقدر يلاقي القناة الرياضية، لاقي له إياها. يلا بس بدي لاقي شي بخبر أمي أو مهك أو الشرطة. هلأ مين بدي أسأل؟ مو وقته. هريش أنا عندي 1200 و500 قناة، إصبعي صار يجعني من كتر الكبس على الجهاز كرمال قناة الرياضة. بس بصراحة أنا ما بحب تابع يعني الرياضة. أيوة خلونا نتابع قناة بتعرض برامج طبخ، بصوت قناة طبخ، هيك رح نشوف تحضير الجاج بالزبدة وكيف بتنعمل كل أنواع الحلويات. ليك شوريا اقلب على قناة طبخ. ماشي ثواني بس. خلاص. اسمع شوريا، قليب على محطة الرياضة، أكيد بتكون خلصت نص المباراة هلأ، يلا بسرعة. ما هيك؟ أنتي وزعتي الشغل للكل وشو مشاني؟ أنتي يلا قولي لي أنا شو لازم أعمل. عن شو عم تحكوا قدامنا؟ بعده هيك، بعده عندي مباراة بدي شوف أروحه. تعالي تعالي معي، أنتي قاعدي هون وبس، بعطيكي شغل بدون ما تقومي، ماشي؟ يلا أشري البازاليا، ماشي؟ اختي الرز صار عم يغلي، انقع العدس هلا. عدس بالزبده، واسمعي كمان اطحني عيدان القرفه. ايه تفضل جدي.
فهمتي؟ ايه فهمت. شوريا ما بقدر ساعدك اليوم بشي، لو سمحت دبر امورك انت. مهيك تعي عنا شغل. يلا يلا بدي اشتغل بقى، ما فيني ضل قاعد هيك. أجي عندي فكرة. شو بدك؟ هداك الفيلم يلي فيه سانجاي دوت بينحبس بغرفة، خلينا نحبس شوريا بغرفة لنعرف الخطة، شو رأيك؟ عن جد إنك سخيف. شوريا كان رح يخليك تمسكه بغرفة؟ بالأول رح يموتك من القتل، وبعدين رح يخليك تغسل علب الغداء. احتفظ بأفكارك لحالك. ايه يلا غيرو. الو يلا سيد فيكي. ايه قول افارا. روهيت واجي عم يخططوا ضدكم، بس لهلا هنن ما قدروا يعرفوا شو بدهم يعملوا. طيب افارا اذا عرفت شيء خبرني فورا. ايه فورا. اسمع انا برايي لازم نروح ونراقبهم. ليك امبارح كانوا بس النسوان بالبيت، واليوم في رجال، هالمره رح يدفنونا ونحن عايشين، وجثثنا رح تختفي كمان. ايه مزبوط، انا هذا اللي كنت عم فكر فيه. يلا سلام. خير صار شي؟ يلا قولي قولي انه موتو كينج الغوا العقد معهم. حاولت جهدي بس ما زبطت. مو طبيعي. كلي صحتين. كل ابني تفضل. قدمت أكل لـ11 شخص، وقررت كمان إنه طعمي أكتر من 100، وساعد كتير ناس بسيطين. أنا متأكدة إنه رح نتوفق، وشوريا ومهيك أكيد رح يضطروا يسكروا شغلهم الجديد. حتى لو نجحوا نحن منملك ملايين، ما فيهم ينافسونا إذا باعوا كم صندوق غدا. لهيك قلت لك إنك بسيط قبل ما يوقعوا عقد. هن نجحوا وقدروا يطردوكم من كل البيت. اليوم وقع عقد وبكرة بيوقع غيره. شوريا رح ينتقم منا بالمستقبل، لهيك لا تكون بسيط كتير، خليك رجال حقيقي. روهيت وقد حالك، لازم نكون أقوى من شوريا ونوقفه عند حده. طيب أنا رح أتصرف. إذا بدك تساعدينا شكرا، ما بدنا، أنتوا بس ارتاحوا، لأنكم كل ما بتحاولوا تعملوا شغلة كل شي خططنا له بينتزع. ما عم امزح، انتوا ارتاحوا واستنوا بس، عدوا كلوا، تابعوا مسلسلات واستمتعوا بوقتكم، بس رجاءا لا تعملوا اي شيء. انتبهي كانت امسكوا. شبك شوريا؟ انت ومرت عمي كانت كنتوا وقعتوا، وين عقلك قلي؟ كان عم يطلع عليك على فكرة. أنا منيحة بنتي، بسيطة. خالتي أنا كتير مليت، بدي اشتغل شي شغلي. بعتقد لازم نكلفك بشي برات البيت صح؟ لأنه إذا بتضل رح تتعب كتير، مزبوط؟ ابني شوريا؟ ما عم بقدر سجل البطاقة على الموبايل، لو سمحت تساعدني فيه. أنا رح رجاء نشوفها. مرت طيب عمي تعالي معي شوي. يلا تفضل مشي الحال ورجيني شو سريع. عمي أعطيني أي شغل. أنت صهرنا ولازم ترتاح، روح تفرج على التلفزيون، سلي حالك بأي شيء، ما في داعي تشتغل مثل ما هنن عم بيشتغلوا. يلا تعال معي تعال يلا. فيكي استنى لا تشتغل لحالك. لا 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 بلاها، انت صهر العيلة، نحن بنشتغل وانت ريح حالك. ايه رك روح اقعد جنبها لمهك، روح تسلها. يلا امشي. هي يلا جاي. كله تغير، ما حدا بحاجة شوريا.
بعيد. ليش لحقني من الصبح؟ قلي كمان من شوي كان واقع القطرميز وكله بسببك انت. لك خلاص. لبيني بالاول، ما عاد الحقك بنوب، كلياتهم عندهم شغل الا انا. اول مره بالحياه شوريا كنا قاعد بلا شغل. اعتبر من اليوم عطله لإلك. اسمع، اذا الصحفيين بيعرفوا انه شوريا كنا عم يشتغل بالمطبخ رح يقولوا انه انا خليتك تطبخ. مباريات جدي ونق بابا على برامج الطبخ والشوب خلوني محبط. لو سمحتي عطيني اي شغل مهك. انت صهر العيلة، فيك تعمل اللي بدك يا يلا روح. عم تعطيني شغل ولا شي بسكوتة لولد صغير؟ انت مثل الولد، ما في شغل لإلك، شو بدك تعمل يعني؟ شو؟ طيب ماشي، عملي لي شي لإلي لحتى ما تخليني مل، وإلا أنا بعمل شي وما رح وقف. شوريا بعد، أنت مو خايف إنه الكل يشوفنا؟ أنا ما بخاف من أي حدا، فهمتي علي مهيك؟ بعدين إذا كنتي خايفة لاقي لي شي شغلة، شغليني مثلكم، وإلا شوريا خلص. ايه طيب، انا في عندي شغل الك، جاهز؟ ايه قولي، فيني نط ومن هون كمان. شو؟ لا لا مو هيك، بس عم فكر بلكي خفت شوي. انا مو خايف من شي ابدا، رح نفذ. شو بدك؟ منيح. شوريا كنا لو سمحت لازم تراقب البهارات. انت بتعرف انه الغربان بيجوا وممكن يخربون، وصحي شغلة مهمة كمان، في غربان بيكونوا عدائيين كتير، لو سمحت لا تخاف منهم. ماشي زوجي الشجاع شوريا كنا. كلفتني بأكتر شغلة مملة، لهيك قالوا الواحد ما لازم يتزوج. نحنا لازم نتجاوز هاي المنظمة بدون أي صعوبة. إيه أكيد، معناها رح نبلش شغل الساعة 5:30 والأكل بيجهز 9:30 منغلف. رح نحتاج للحليب بكرة الصبح. لا تقلق يا بنتي، أنا طلبتهم ورح يوصلوا بكرة على 5، تمام؟ شو صار؟ يمكن ما يكون جوعان بما أنه هو ما اشتغل اليوم. لا لا أبداً مو هيك، بصراحة حاسس أنه في شي ناقص. أنت عم تحكي هذا الحكي لأنك ما تعبت اليوم أبداً، يلي تعب رح يلاقيه كتير طيب. خلاص سكتي، هي عم تحكي حكي فاضي. اليوم في هوا برا، ومثل ما بتعرف تهريب الغربان ما في أي تعب. بس هاي شغلة منيحة عن جد، مساكين هنن ما قدروا ياكلوا شي، وبكرة رح اشتغل نفس الشغلة. بالآخر هو بكون ابني. اسمعوني لو سمحتوا، لا تتمسخروا على صهري لأنه هو عم يشتغل أكتر شي. بترجاك كل باكل، بس تذكري انت لازم تعتذري مني. ما رح تقدر تعمل هذا الشي، مفهوم؟ أجي هذا الشيء بيخوف. يا جبان خليك ساكت، ركز بقى.
أجي أنا رايح، ما بدي ضل. هلا هون سكوت شش ولا حرف. أجي رح نهرب من هون، بس في عنا ريكيتا. أنت ممكن تنفد من ريكي، بس مني ما رح تنفد. بلا هالحكي الفاضي تبعك، يلا أعطيني ياهن يلا. بس نشغل هدول الألعاب النارية ونزتهم، كل الأكل يلي محطوط قدامك بالساحة رح يخرب بسرعة بسبب البارود، وهيك ما رح يقدروا يأخذوا ولا طلبية. أجي الخطة كتير منيحة، بس بلكي نمسكها. خليك ساكت وشغل لي هدول يلا. شو هالأصوات؟ شو هاد؟ ما بعرف، خلينا نقوم نشوف. أجي لا، الخضرة والتوابل اللي رح يخربوا، والزيت بركي هالمفرقعات دخلت على الفوق. يلا شوان وين راحوا كل الأغراض؟ شوريا كل شي راح. حدا منكم يساعدني؟ ساعد بتوجعوا في علوم جسمي. عم نحترق ولا هلا العاب النارية؟ عم نحترق رح نموت. حدا منكم يساعدنا؟ ساعد ليش هيك؟ في العاب نارية كثيرة هون. لك عم نحترق. حدا منكم يساعدنا؟ لك ساعدونا. ليش هيك عم نحترق؟ حدا منكم يساعدنا؟ لك ساعدونا. ولك جلدي بعد بعد عمي وليه بعد سعدنا. كنت بعرف انه هدول اجي وروهيت ما رح يهدوا ورح يحاولوا يعملوا شي ورح يخربوا المخزن، وشفتهم من فوق كنت عم طير الغربان. بس هاي الشغلة فيها كتير تعب على فكرة. أنا كنت نعسانة شوي وطلعت لفوق مفكرة إني ما بعرف اشتغل. مو هذا رأيك؟ بس أنا بقدر اشتغل. أوه شوريا، مين عم بيقول إنك ما بتقدر تعمل شي؟ مثل يلي بيوقفوا على الحدود وبيحموا حدودنا، أنت عم تحمي بيتنا. بالحقيقة أنت خارق ومنقذ كبير بالنسبة لنا كلنا. هلأ صار فيني أقول إنه هو أخيراً اعتنى فينا. شكراً لك ابني. هلأ شو؟ بدك تحكي شي؟ بعتذر. ما سمعتك. يلا عيديها. بعتذر. يلا يلا، ما رح تناموا؟ ما لازم تضيعوا وقت أبداً، في عنا شغل الصبح. يلا يلا يلا. بتمنى إنه ينجح شوريا بكل شيء. رح أسكب رز. أي سلام. شكرا. هاتي تفضل. ايه هيك تمام. Thank you.
هاي كنتي الغالية مهك. وهلأ أمنيتي الوحيدة هي إنه هالمرحلة السيئة تمرق، بس هاي أمنيتي. عمي روحوا أنتوا بعرباية وأنا وفيكي على الدراجة. لا 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 لا، أنا وجيفان على الدراجة وأنتوا بالعرباية. لا، شغلتك كانت إنه تربح العقد، وشغلنا هلأ نوصل الوجبات، سامع؟ تفضل على الشغل. يلا تفضلوا. بالتوفيق يا شكرا عم فيق. بالتوفيق يا ابني. انتبه على حالك ابني. حاضر. شكرا. بالتوفيق. بالتوفيق. شكرا. تفضل. يلا شرف. فيكي انت خليك هون، اجي وراهيت ممكن يرجعوا باي لحظه، ولازم يكون في حدا ليتصرف معهم. صح فيكي، ما هيك معها حق، خليك بالبيت ما رح نطول. طيب يلا أخي بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. ما بتتخيل قديشني مبسوط يا أخي. أنا مبسوط كتير. ليك اطلع عنيك. يلا خلينا نوزع الإعلانات. شرف يا أخي شرف. تفضل. بتمنى تجربونا. تشرف أخاهد. تشرفوا. بتمنى تزورونا. ايه أكل. ليك الطقس شو حلو. عوش إيه؟ الشغل الجديد هات. أعطيها دول. تفضل يا أمي تفضل. تشرفوا. ايه بيعجبك. تفضل. شغلة ظريفة. هذا الإعلان تبعنا. تفضلوا. شكرا لكم. مع السلامة. بتمنى تدوقوا طبخاتنا، رح يعجبوكي. شكرا لك. كان قدام في زحمة. انتوا ليش قاطعين الطريق هيك؟ دولاب السيارة بنشر. لو سمحت اعطينا طريق، نحن مستعجلين. يلا شو بدنا نقول لك؟ لا شغل ما بنتاخر. يا اخي مو بايدي مو بايدي، ما راح يبعدوا. ها بهالزحمه ما راح نخلص بسرعه. بعدين يلا خلينا نلف من هنيك لانه ما لازم نتاخر عليهم. يلا يلا. طيب يلا روح جيب شي مصلح. خلني انا. عرباية شوريا كانت ورانا، وين صاروا؟ هلا بعد شوي بيوصلوا جيفان، لا تشغل بالك. عن جد كتير تأخروا، يا ترى وينهم لهلا؟ نحن كتير قوايا ها؟ منقدر نخلي أحسن سيارة ورانا بهالسرعة هاي. عم بحكي عن جد جيفان، مو وقت مزحك هلا. خلاص لا تقلق كل شيء تمام. أستاذ؟ أستاذ؟ بتعرف وين بناء لينك جاردن؟ هو على نفس طريق الدار ولا مو على هذا الطريق؟ يعني انت مانك متاكد من العنوان؟ لا استاذ، قالوا لنا انه البناء قريب من هون. انا بعتذر منك ما عم بفهم منيح، ما بعرف بالمنطقه، الحقني لشوف. بس يعني قلت لحالي بدلنا. طيب انتوا امشوا معنا نستدل. ايه خلص ولا يهمك الحقنا. لا تاخذونا، بس ما شفنا غيركم على الطريق. ما في مشكله. يلا ولا يهمكم، تعالوا معنا. ولا يهمك، رح توصل على عنوانك. لو سمحت ارفع ايدك. قلي شو المطلوب؟ خير شو بدك؟ <تصفيق
في شي غلط جيفان. شوريا، في عندي إحساس إنه في شي مو منيح عم يصير. يا أخي استعجل شوي لو سمحت. الحقيقة نحنا كنا ناطرينكم. شوفوا، عملنا كل الترتيبات لنرحب فيكم. لك عمي، انت ليش مستعجل؟ نحنا كمان بدنا ناكل، بدنا نشوف مهك وشوريا شو عملوا. ما تربيتوا من قتلة نسوان عيلتنا مبارحة؟ وهلأ شوريا رح يوصل، بنصحكم انكم تمشوا وإلا ما رح تنفدوا من العقاب أبداً. يا سيد شارما، معقول انت تهددني بهي الطريقة وباسم شوريا؟ خليه يجي، لأنه أنا يلي رح موته من القتل. أما هلأ فنحن هون لنخرب الأكل تبعكم. يلا بعد من هون، وإلا أنا مضطر أني كسر لك عظامك تكسير. أنتوا الاثنين كتير كبار لتواجهونا، لأنه إذا بتحاولوا تمنعونا أنتوا اللي رح تنقذوا. تعالوا خدوا الأكل. عمي رافي وعمي جيفان مو مبينين، بظن أنهم سبقونا. أنا بتمنى أنه هنن يكونوا بخير. أنتي مو كأنك عم تتمني كتير اليوم لتكوني متوترة؟ لأنه هذا اليوم مهم. اتمني قد ما بدك، بس لا تخافي ابدا، ريحي بالك، الامور تمام. ما بعرف ليش انا قلقانه وخايفه كثير عليهم. كانتا انت جزء من هاي العيله، انت بطبعك بتقلقي بسهوله. احيانا بتقلقي على الصغار واحيانا بتقلقي على الكبار. لا مانسي، مو دائما بيجيني هذا الشعور. أنا عندي إحساس إنه في شي غلط. إيه منيح، خلينا نخفف لك خوفك. نهال بنتي اتصلي معهم واسأليهم إذا هنن وصلوا لهنيك. عم اتصل. يلا خدوهن. ما حدا يقرب، ترجع أنت وياه. ما حدا يقرب، بعيد بعد بعد. رجع انت وياه، روحوا بعدوا هيك. ليك ما حدا خليكم تقربوا عليهم، رجعوا لورا. رح جرب دق لعمي. بعد هيك، جاع جاع عطيلك. بابي لا بابا ولا عمي عم يردوا على اتصالاتي. رح جرب اتصل بمهك. ردوا عليك؟ لا، من جهة عمامي ما عم يردوا ونهال عم تتصل. ما بعرف ما بعرف شو اللي عم يصير. انت كتير عم تسوق ببطء، يلا استعجل. انا سائق مو واحد خارق، بهيك عشقة شو بعمل؟ ما حدا عم يرد علي. أكيد في شي، في شي غلط. يا أخي لو سمحت وقف، نزيل. على مهلا، انت معك شهادة سواقة؟ لا ما معي. يلا هيك انزلي. وانت قلت لك انزلي. شوريا
يا شرطة يا شرطة. اجانا ضيوف. خود هي كمان. تعال تعال لأني بديت لك يا شوريا. صناديق أكل خربوا. هذا الشاب الطويل هو اللي سرق لي عربايتي. أنا بعتذر بس كان ضروري. سيدي نحن تعرضنا لهجوم وهو إجا لينقذنا. بنعتذر حقك علينا. كل شيء تمام. ما في شيء مسروق. بتحب تقدم شكوى ولا لا؟ أخي لو سمحت بتمنى تسامحنا، كان في شيء ضروري كتير. طيب مدام، بس خلي الأستاذ يفهم إنه ما يعيدها بعدين. تمام، وأنا راح أمشي. كل شيء خرب هلا. يلا ما في معنى وقت، لازم نوصل الأكل، وإذا ما وصلنا رح نخسر العقد وكل شي بيخرب. رح نخسر العقد. أجي أنا رح أقتلك. ما رح أقدر نوصل الأكل، في كتير عجقة. شو بدنا نعمل؟ خلاص رح نخسرنا، ما بعرف شو فينا نعمل هلأ. لسه معنا وقت. انتو جيبوا صناديق الاكل وانا رح روح. لوين؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.